النهاردة ما يقرب من 1025 عاما مروا على بناء الايه الجامع الازهر. حتى في عهدنا الحديث اصبح الازهر جامعا وجامعه. تطوير الازهر بالشكل الذي تم به في عهد عبد الناصر، وان كان في هذه اللحظه هو تطوير مهم وضروره، انما اعتقد ان الهدف منه في توقيتها لم يكن هو تطوير الازهر بقدر ما كان السيطره على الازهر الشريف. الله سبحانه وتعالى ابتلى هذه الامه بفهم الجماعات الاسلام. ضلوا هم اللي ضلوا وبيضلوا غيرهم، ودي اخطر حاجه. احنا اتعلمنا كتير من القران والسنه، وبنعلم ولادنا دولت هكذا عشان يكونوا صف تاني بعدنا. اشهد ان لا اله